السلام عليكم طلاب الصف الثالث شلونكم حبايبي شلون صحتكم ان شاء الله تكونوا بخير يلا حبايبي اليوم عندنا الدرس الرابع اللي هو قياس المساحه ذاك الدرس اخذنا قياس المحيط وقلنا المحيط شنو هو اذا اقول لي جد محيط الشكل المرسوم معناها اجمع اطوال أضلاعة الاربعه اجمع اطوال أضلاعة الاربعه اليوم مش راح ناخذ راح ناخذ قياس المساحة أول شغلة أريدكم تنتبهون عليها المساحة يعني هذا مثلا عندي مربع المربع مالتي إيش قد ما أخذ من من إنه اللون الملون بيه المربع ماتي إيش قد ما أخذ حيز ملون من شبكة المربعات هاي شبكة المربعات اللي تعرفنا عليها بالدرس السابق إنه أشوف هسه مثلا هذا الشكل هو أنا ما أعرف هذا شنو الشكل بس إذا أقول لك مثلا جد انه مساحه هذا الشكل اشوف كم مربع ماخذ هذا الشكل واحسب عدد المربعات احسب كل المربعات مو مثل المحيط احسب اجمع طوله وعرضه انه اربع اضلاع أجمع لا بالمساحه احسب عدد المربعات اللي ماخذها فاذا المساحه شنو تعريفها هاي الكتابه بالص... بالدفتر اريدها هاي بالدفتر تنكتب زين المساحه هي عدد الوحدات باعو هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية سطح ما. المساحة شنية هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية سطح ما. أول شيء راح نتعرف عليه أنه إذا الشكل كل هذا المربع المرسوم قدامكم ملون معناها وحدة مربعة. إذا الشكل قدامي هذا كله هذا يعني هذا الشكل ماخذ وحدة مربعة هاي مثلا نحسبه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كم وحدة مربعة هذا ماخذ ماخذ ست وحدات معناها إذا شكل كل مربع ملون وحدة مربعة إذا نص هاي مكتوب نصف وحدة مربعة وأيضا إذا نصف مايل أو إذا نصف عدم هي أيضا نصف وحدة مربعة هسة نجي نرجع على المساحة هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية سطح ما، يعني بشبكة المربعات عندي هاي شبكة المربعات، أشوف كم مربع ماخذ ما هذا الشكل وأحسب عدد المربعات معناها تطلع مساحة الشكل، قلنا هاي وحدة مربعة، هاي نصف وحدة مربعة، وأيضا هاي نصف وحدة مايلة، وأيضا هاي نصف وحدة مربعة، عندي المثال الأول يقول لي أجد مساحة الشكل الذي رسمه. جبار هي هاي اتعلم رسم جبار شكلا هندسيا على شبكة المربعات وين راسمها على شبكة المربعات كيف اجد مساحة هذا الشكل قلت احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة إذن كم جد مساحتها كم وحدة مربعة مساحتها اكتب ستة مثلا وحدات مربعة اذا ما ماخذش قد مساحته ست وحدات مربعه بيها نصاصة لا ما بيها نصف ما بيها لا هاي الشكل ولا هذا الشكل هاي وحده كامله وهذا نص وهذا نص لانه اثنين اذا اقسم المربع هيك يصير نص واذا اقسم هيك المربع بالطول ايضا يصير نصف وحده مربعه هسه المساحه عرفنا شلون نجدها وشلون نحسب عدد الوحدات المربعه بعود مساحة المثال اثنين يقول لي اجد مساحة الشكل المظلل، هو دائما هيك بالاسئله يعطيك شبكة مربعات ويقول لك جد مساحة الشكل، هاي شبكة مربعات هو راسم لي به بس الملون ما احسب كل المربعات طبعا أنا ما علي بالفارغة، لا بس الملون، شوفوا من احسب مساحة الشكل أول شيء أبدي به المربعات الوحدات الكاملة ما علي بالرصاصة. انا هذا مو نصف وهذا نصف مثل ما تشوفون قدامي هذا نص وهذا نصف. ما علي بيها ابدي بالكبيرات بالمليانات يعني حضمهن كانما اضمهن اني ضميتن هسه كم وحده بقت عندي وحده اثنين ثلاثه اربعه هاي اربع وحدات الكاملة كم وحدة؟ أربع وحدات زين أنا عندي نص وعندي نص من أجمع نص زائد نص مثلا عندي نص تفاحة زائد نص تفاحة مو ترجع لي التفاحة كاملة زين أنا عندي إذا نص مربع ونص مربع مو راح يرجع لي المربع كامل طبعا يرجع لي المربع كامل لانه نص ومنه نص راح يصير عندي مربع كامل زين اذا عندي ار منك عندي اربعة وعندي نص ونص وعندي وحدة بعد من يعني اربعة زائد واحد يطلع لي كم وحدة ماخذ ما هذا الشكل خمس وحدات ملونة اعيد كم وحدة كاملة عندي اربعة ونص اعيد كم وحدة كاملة عندي اربعة ونص زائد نص يطلع لي أه وحدة كاملة يطلع لي معناها أربعة واحد، خمس وحدات. هسه شوفوا شلون كلش سهل الموضوع، حيل سهل بس تنتبهون على الجزء المزود. بعد أجد مساحة الشكل على وين؟ على شبكة المربعات، هاي شبكة المربعات، أحسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كم وحدة؟ أكتب جوا خمسة وحدات، أنا طبعًا دا داحل بالكتاب إنتم تحلون مثلي، زين، هذا الشكل، شوفوا هذا شنو إذا أضمه، إذا حضم هذا. شلون صار عندي هسه ضميت عندي نص ونص ضميتها بالقلم هسه كم كم نص صار عندي نصين انا قلت نصين يعني ايش قد يعني مربع واحد اذا نص زائد نص معناها مربع واحد هنا أنا عندي واحد هذا كله هذا هذا كله واحد زين وهنا كامل واحد هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي, هاي اربعة هاي خمسة هنا ايش قد صار عندي خمس مربعات ليش خمسة لانه نص زائد نص خمسة زين، وعندي بعد نص زائد نص، إيش قد يصير؟ معناها هسه هنا أنا واحد، وهنا أنا عندي واحد، أيضا هاي نص كامل واحد، وعندي أربعة بالنص نحسبهن واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، والنص الكامل ست وحدات مربعة، وهنا أيضا نكتب ست و... خمس وحدات مربعة. هاي خمسة حسبناها وهنا الانصاصة صارت وحدة كاملة وهنا ايضا وحدة وعندي اربعة ملونات بالاصل صارت ست وحدات مربعة اجي على ثالثة قلت اول شي من احسب المساحة احسب الكاملة ما علي بالانصاصة نو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة لهنا كم وحدة عندي ست وحدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بس الكاملات وعندي منها نص ومنها نص جد يصير عندي سبع وحدات مربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونص ونص سبع وحدات مربعة ماشي. بسيط أجي أنا أتحدث يقول كيف أجد مساحة مستطيل مرسوم على شبكة مربعات وضح إجابتي يريد مساحة مستطيل مرسوم على شبكة المربعات أنا قلت المساحة شلون أوجدها أحسب شنو المن أحسب أحسب المربعات الفارغة لو المربعات الملونة مساحة معناها بحساب عدد المربعات الملونة للمستطيل أحسب عدد المربعات ويطلع لي مساحة المستطيل عندي مستطيل يقول لي كيف أجد مساحة مستطيل مرسوم على شبكة مربعات؟ أحسب عدد المربعات الملونة شي يطلع لي؟ يطلع لي مساحة المستطيل زين على على أحل أنت أنتبه وياي على أحل أجد مساحة الشكل أول شيء أحسب المربعات المليانة الانصاصة ما علي بها آخر شيء أبقي هي الانصاصة أحسب عدد المربعات المليانة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لهنا كم مربع عندي؟ عندي ست مربعات، زين نص ونص واحد ونص ونص اثنين، ومن هناك عندي ستة، يعني ستة هنا واحد وسبعة وهنا واحد ثمانية يصير عندي ثمانية وحدات مربعة، أوكي شوفوا شلون سهل يعني فشي حيل بسيط وكلش حتحبوه متأكدة من هذا الشي، زين أجي على الشكل اللي بعده. أبدي بالرصاصة؟ لا، ما ابدي بالانصاصة ابدي فقط بالمربع المليان هذا مربع مليان احسبه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست مربعات مليانة ونص ونص شو يصير سبعة وحدات مربعة اوكي هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ووحدة كاملة سبعة وحدات مربعة زين انتبه على السؤال السادس السؤال السادس باعوا الشكل غريب بس أني أبدي بالإنصاصة؟ لا ما أبدي بالإنصاصة، رأسا أبدي على الوحدات المربعة الكاملة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لهنا انا كم مربع عندي؟ خمسة ستة سبعة، شوف أيش سويت ستة سبعة من سويت ستة يعني نص ونص واحد والسبعة وحدة كاملة نص ونص وهنا نص ونص يعني هذا النص. وهذا النص يصير عندي واحد وهذا النص وهذا النص يصير عندي أيضا واحد ومنها عندي خمسة إيش قد يصير خمسة ستة سبعة وحدات مربع يعني فتشي كل شيء ونسكم وفشي كل حلو زين تابعوا عليه ولون المربعات أكون شكل حسب المساحة المعطاة هو هسه منطيني شنو المساحة وعدد المربعات اللي ألونها أني أجي ألون أنتو بكيفكم اختاروا لي اللون وشون ما تريدون ترسموا لي أو لونيني عادي يقولي المساحة ست وحدات مربعة معناها شقد ألون كم مربع ألون ألون سبعة ثمانية لا ليش سبعة وثمانية ألون ستة حسب ما هو قايل ألون ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي ست وحدات مربعة لونتهن ستة زين يقول المساحة تسع وحدات مربعة ألون عشرة لو دعاش كلا ألون فقط تسعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لهنا أنا أتوقف لا للتسعة سبعة ثمانية تسع وحدات هاي لونت تسع وحدات مربعة المساحة ثلاثة عشر وحدة مربعة ثلاثة عشر وحدة ألون ثلاثة عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش، دعش، ثلاثة صارت عندي قد ثلاثة عشر وحدة ولو أعيد حسابتها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا ثلاثة عشر مربعة زين شوفوا هاي يبين الشكل المجاور نقطة عشرة انتبهوا يا شوية بها فكرة يبين الشكل المجاور بركة سباحة يحيط بها ممر هاي البركة هاي يعني بحساب مسبح يحيط بها شنو ممر أجد مساحة البركة البركة اللي هي الملونة ومساحة الممر اللي هو غير ملون مساحة البركة شنو شوفوا يبين الشكل المجاور بركة سباحة هاي البركة الملونة يعني مسبح بحساب يحيط بها ممر الممر الغير ملون. يقول أجد مساحة بركة السباحة ومساحة الممر أول أكتب مساحة البركة يساوي أحسبها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر ثلاثة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر واحد عشرين اثنين ثلاثة أربعة ستة تسعة واحد وحدة مربعة مساحة البركة يا هي هي البركة الملون قايل لي بين الشكل بركة سباحة هاي بركة سباحة يحيط بها ممر اللي ممر هو عايف يا فارغ اني لازم اجد هسه مساحة الممر اكتب جواها مساحة الممر يساوي شوفوا اني حتى يعني حليتها وياكم على الكتاب هقد ما هو بسيط وسهل ورح تحبوني متاكده هذا الشيء لانه يعني يعني باعوا باعوا بس هيك ارسم والون الون وارسم واحسب هاي فقط باعوا بس احسبهن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة ثمانية وعشرين وحدة مربع يقول يطلع مساحة البركة الملونة. مساحة الممر وغير ملون. ها هي ها طلعت مساحة البركة حسبت عدد المربعات طلعت يا حبايبي شفتوا أنا طلعت مساحة البركة وطلعت مساحة الممر خلاص ينتهي الدرس مالتنا لهنا لأنه هو فقط جد مساحة الشكل الملون وإذا أعطيكم آه شبكة مربعات فارغة وانتم تلونوها بعد هاي اسهل انه بس مجرد احدد لكم ايش قد تلونون وهنا انا ايضا احدد لكم ايش قد تلونون على الشبكة الفارغة وها هي يعني ما بي فد وننتبه اذا نص هيك راسم او اذا هيك راسم النص يعني يعني الشكل هيك راسم لي اذا هيك نص ونص اجمعها يصير واحد وهنا ايضا نص ونص يصير واحد او اذا هيك راسم لي يعني هيك النص هذا هذا ايضا يعتبر نص كامل وخلاص درسنا لهذا اليوم يعني كلش بسيط وحلو مثلكم وحلو لياب الكتاب حبايبي وخلي اشوف شنو انطيكم الواجب حتى تشرحوا اما بالنسبه للواجب حبايبي تفتحوا لي كتاب النشاط على صفحه تسعة تحلوا لي النقطه الاولى والثانية والثالثة هاي يقولي استعمل المسطر احسب عدد لا احسب محيط الشكل احسب ايش قد من طوله ومنه عرضه واكتب الارقام كبرى أجمعهن وايضا تحلوا لي صفحه 40 النقطه الاولى والثانيه والثالثه والرابعة والخامسه السادسه لا تركوا لي ترك السادسه هاي السادسه ترك لا تحلوا لي فقط هذا الني اللي اشرت لكم عليها ومن صفحه 39 كليتها تحلوا لي اياها انه هنا انا قايل وصل بين النقاط الحمراء هي هاي يعني ودي ما تلونوها احمر تصير لونها احمر ثم اكتب اسم الشكل الهندسي الناتج واحسب محيط الشكل هذا محيط الشكل شلون احسبه احسب عدد المربعات اول شيء واحسب طوله واحسب عرضه ومنها احسب ايضا عرضه ومنها طوله وراها اجمع أطوال اضلاعه الاربعه ولهنا ان شاء الله خلصنا درسنا واي سؤال تحتاجون انا موجوده حبايبي اجاوبكم واي شيء ايضا ما فهمتوه اكتبوا لي اياه واشوفه واقرا اياه وافهم اياه و ايضا شنو حبايبي اريد من عندكم شيء انه تدزولي الواجب من تخلصون حل اللي هو صفحه تسعة و 43 دزوليا على الجروب خلي اشوف شلون حليته وان شاء الله فهمتوا الدرس